السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم. اليوم غنقدم لكم واحد التحليه كتجي زوينه بالفريز. يلا معايا تشوفوا المقادير بنكهه الفريز. يلا معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. احبها اي والله اني احبها واغنيها وجهها وبس ودي القلب ما يدفيها. تحبها اي والله اني احبها واغنيها وتودها وبس ودي القلب ما يدفيها. اسمعها في كل يوم وما احس. السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم، كي دايرين مع الصحيحه؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا على خير. اليوم ما شاء الله نقدم لكم واحد التحليه ديال الفريز كتجي زوينه. كنحتاجوا فيها عندي تقريبا هنا واحد لتر ديال الحليب، عندي هنا 3 ديال المعالق كبار ديال لا كريم باتيسيا او مايزينا، عندي هنا واحد علبه ديال الكريم فريش، عندي هذا الرايب. يعني ما عندكمش هذا تقدروا ديروا واحد دانون ديال ديال الفريز او دانون طبيعي اللي بغيتو. انا غادي نستعمل هذا. عندي هنايا 3 ديال جوج ديال الساشيات ديال الفلو ديال الفريز، عندي هنايا 3 ديال المعالق حتى 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده. هادشي اللي كنحتاجو في هاد التحليه هادي ديال الفريز. نبداو ان شاء الله على بركه الله. هنا خويت شويه ديال الحليب، غندير دوك جوج ساشيات ديال الفلو ديال الفريز، غنخويهم هنايا، غندير السكر سنيده، غندير لا كريم باتيسيا، نخلط غنزيد الخلية هنايا، غنخلو غنردو فوق العافية، دابا ملي درت المكونات كاملين بقات لي غير كريم فريش وهذا دانون مازال ما درتوش. غنخلط مزيان تاع قد ديال الخليط ديالي، نزيد عليه مكونات اخرين. دابا غندير كريم فريش،
4 ديال المعالق حتى الخمسة ديال ثلاثة أربعة خمسة. ما نحرك ونخوي الخليط ديالي. دابا نخوي الخليط ديالي بسم الله. دابا غندخلهم ان شاء الله للثلاجه ونرجع معكم باش نزوقهم. نتمنى هاد التحليه هادي تعجبكم وغنجربوها، راه غادي كتجي رائعه وكتجي لذيذه. ولا عجبكم هاد الفيديو ما تقفلوش عليا بلايك وديروا ليا اشتراك كما العاده. وشكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.